نصر الله على 20,000 دولار للمساهمة في تأسيس الخلية بحسب وزارة الداخلية البحرينية. زيارات واتصالات بين قيادات وأعضاء الخلية مع الحرس الثوري وحزب الله تكررت أيضا العام الماضي في إطار عملية التمويل ودعم الخلية لمواصلة أنشطتها الإرهابية، حيث كشفت التحريات أن التيار كان يهدف إلى تجنيد عناصر جدد وتشكيل خلية إرهابية سرية مركزية تتلقى الأوامر من مرتضى مجيد رمضان السندي قائد التنظيم الهارب في إيران، وتعمل أيضا على وضع المخططات اللازمة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في البحرين. علا مطيرة، العربية. ومعنا من المنامة وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى الحمادي. مساء الخير سيد الوزير، أبدأ معك بحيثيات القبض على هذه الخلية. طبعا نحن نشد على أيدي رجال الأمن في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية وهذا التنظيم الإرهابي، وهذا يأتي في سياق متصل لما تم الكشف عنه بشكل سابق في مملكة البحرين، وهذه الخلية بالتحديد لها اتصال وثيق بتفجير الإرهابي الذي حدث في سترة في مملكة البحرين في 28 من يوليو من عام 2015، وأدى إلى استشهاد 2 من رجال الشرطة. فكشفت التحريات بأن هذا التنظيم قائم وهو يعني مدعوم بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني، من قبل حزب الله اللبناني أيضا. طب هذا ما أود أن أتحدث عنه معالي الوزير، العلاقة بإيران وحزب الله ونصر الله تحديدا، هل ممكن أن توضح لنا أكثر؟ التحريات والاستدلالات والاستجواب الذي حدث عندما وجهت الأسئلة لهذه الخلية وأعضاء هذا التنظيم، ومن خلال أيضا المعلومات التي جمعت، يعني أعطت كلها دلائل و أمور مثبتة بأن قيادات هذا التنظيم التقت حتى بأمين عام حزب الله وقدم لهم المال، وكذلك نائب نعيم قاسم، وتم تحديد حتى المبلغ في ما أعلنت عنه وزارة الداخلية ب20,000 دولار أمريكي وغيرها من المبالغ أيضا التي تم الحصول عليها من قبل هذا التنظيم. هذا كله يؤكد بأن التدخلات الإيرانية مستمرة في دول المنطقة وفي مملكة البحرين بالتحديد، والمد مستمر لهذه التنظيمات الإرهابية، سواء وقع هذا النظام الإيراني الطائفي الثيوقراطي الفاشي اتفاقية نووية أو لم يوقع، لا يثني هذا عن أطماعه التوسعية وعن استخدامه للدين للوصول إلى أهدافه السياسية المعلنة منذ الثورة الخمينية الفارسية في 79 ميلادية من القرن الماضي. إذا ما عدنا إلى العمليات الإرهابية، أنت ذكرت بأنهم كانوا خططوا للعملية السابقة، هل أيضا كانوا ينوون أو يخططون لعمليات إرهابية جديدة؟ بلا شك، يعني تنظيم إرهابي يمتلك التخطيط، يمتلك المال، يمتلك المتفجرات، ويمتلك من هو قد غسل دماغه للنيل من الآمنين. هل تتوقعون بأنهم سيوزعون الفاكهة الخضروات على الآمنين؟ سيتم طبعا التخطيط من قبلهم لإرهاب الآمنين والنيل من مكتسباتنا الوطنية، ولكن الحمد لله تم الكشف عنهم، والآن الإجراءات القانونية تتخذ بحقهم والنيابة العامة تقوم. لا بالتأكيد بالتأكيد معالي الوزير أنه هنا عم يخططوا لمخططات إرهابية، ولكن ما رد السؤال أنه هل يعني من خلال استجوابهم علمتم إن كانت هناك مخططات قريبة على الأرض، هناك أهداف معينة، خاصة أيضا في ظل ما قامت به إيران مؤخرا، وأنت تعلم على السفارة السعودية وعلى القنصلية السعودية في طهران. هم يتبعون هذا التيار الراديكالي الذي يسمي نفسه بتيار الوفاء الإسلامي في مملكة البحرين، وقياداته معروفة بأنها قيادات إرهابية، قيادات لا تريد الخير للبلاد، فلا يوجد أدنى شك بأن هذا التنظيم كان لديه مخططات، ولكن الحمد لله تم السيطرة عليه قبل أن ينفذ ما يريده من شر. شكرا جزيلا لك من المنامة وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى الحمادي، شكرا جزيلا لك.